المصريين عاشوا حب النبي صلى الله عليه وسلم في كل أجزاء حياتهم، ما فضلش الحب النبي صلى الله عليه وسلم منحصر في فئة من الناس أو طبقة من الناس، وما قالوش اللي يعرف يحب النبي اللي يفهم وبس. فما في بعض الناس إذا ما كانوش على قدر من التعليم أو على قدر من المعرفة يبقى ما ينفعوش يحبوا النبي. عرفوا ان حب النبي غلاب، وحب النبي صلى الله عليه وسلم بيروح ويخطف ويأسر، زي ما قالوا: سلت من لحظيها خنجر، وسقت من مبسمها سكر، مكتوب على درة مبسمها إنا أعطيناك الكوثر. وتعالوا نشوف إزاي المديح خلى قلوب المصريين في كل مساحات الحياة، وحتى المساحة الشعبية مليئة بحب النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف المديح الشعبي مع الشيخ زين. قولوا له يا أحمد ومحمد عليل من الزوار عوقه ذنبه. أبويا حمو جدي الشيخ عبد الفتاح أبو بكير هم كانوا من المتصوفين، أو بمعنى المحبين للصوفية، يعني لأن الصوفية حاجة كبيرة جدا ما نقدرش نوصل لها يعني إلا بوصول الوصول يعني ربنا سبحانه وتعالى، ولكن كنا خادمين للصوفية. فأنا طلعت في العيلة يعني نشأت فيها، كان عندي أخ كان بيمدح وتوفى وأنا مسكت مكانه المديح، وكان سني 13 سنة ما شاء الله. بدري 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 جدا. طبعا يعني حتى الدراويش اللي كانوا بيذكروا اعترضوا على الطفل على الصغير، ايه ده المداح زي الامام، ما ينفعش نذكر وراء امام طفل صغير ومش بالغ. حضرتك كنت بتقود الحضره. حضرتك فاكر اول مديح مدحته كان ايه؟ طبعا. روح يا نسيم الصبا بلغ سلام لأحمد رسول الورى في الحشر يضمن، مغرم بحب النبي من شوق وبغاني. لما عشقت النبي خدت المديح، بكرة يجينا النبي في الشدة يضمن ياخد بيدي، وانا حيران ومستني ساعة.